الله وبركاته. اليوم حنفتح علبة حظ ولكن جدا مميزة واصلية من تكابة تومي، وهي تطور بلبل فارس الريح او فارس الرياح بجزء البيو. ليش علبة الحظ هذه مرة مميزة وجدا رهيبة؟ لان نسبة حصولك على البلبل النادر جدا عالية. تخيل علبة فقط فيها 5 بلابل ومنهم 2 من بلابل الحظ. خلينا نوريكم بلابل 5 اللي حجوا في هذه العلبة. طبعا اكيد يا جماعة البلبل الاساسي هو بلبل فارس الرياح المطور البيو، وكمان في نسخة ثانية حتكون نفس اللير ولكن بلون مختلفة وبقطع مقاعة. يا جماعة النسختين هذه، النسخة سواء كانت الاصلية نفس الالوان الاصلية او النسخة الثانية، اتوقع انهم كلهم نفس القطع بس تختلف الالوان. البلبل الثانية حيكون السيف بنسخة بنفسجية وقطع عشوائية، حيكون سيف ثاني بلون اسود مميز اسود ذهبي كده وبرضه قطع عشوائية. حيكون هنا عندنا البلبل الجارح بلون ذهبي وقطع رهيبة. لو اشتريت 5 نسخ من هذه العلب، علب الحظ، حتكلفك تقريبا حوالي 500 ريال سعودي انك تجيب بلبل الحظ هذا وتجيب قطع ثانية من 4 بلابل الثانيين تكون معاك بلبل السيف الذهبي هذا. والله شكله فخم مرة يا جماعة، لونه كده ذهبي واسود وشكله مرة رهيب. طب هذا كيف نحصل عليه؟ وما حكم يجي في علبة؟ اذا قدرنا نحصل على 4 بلابل هذول الثانيين غير البلبل الاساسي حنحصل على هذا السيف، لانه قطعه موزعة على البلابل، عارفين كيف؟ كل شيء دخلت في المقطع. انا ما قلت لكم ان البلبل الاصلي من تكابة تومي، والبلبل دوران يميني وقدرة على التحمل وبنظام البيرس وبنظام بلابل الدي بي، ولكن هو من جزء البيو، على فكرة هو جزء بدون انمي. والبلبل اصدار بي 202. عندنا بي بليد بيرس بيو من ال5 بلابل ممكن يطلعوا لكم اللي قبل شوي كمان وريتكم. هم نسبة انه يطلع لي البلبل الازرق اللي صراحة مرة نفسي فيه حيكون تقريبا 20%، ونسبة انه يطلع لي واحد من النسخ اما الاحمر او الازرق 40%، فالنسبة تعتبر مرة كبيرة يا جماعة. علبة من تحت، من الجنب، الجنب الثاني، نظام بلابل الدي بي او البيو اللي هو نظام مرتفع منخفض، من العلبة من فوق بعض التفاصيل المهمة للبلبل. يطلع البلبل كده حوريكم هي وحقول لكم مثال التفاصيل. يعني يا جماعة انا عندي ترى فارس الريح او الرياح من التيربو، طلع لي الاصلي من تكابة تومي واشتريت نسخة هاسبرو. انا بعد ما اشتريت نسخة هاسبرو توقف انا طلع لي الاصلي من تكابة تومي. شوف كيف عندي النسختين، يعني فانا كنت مرة محظوظ في هذا البلبل، فلو طلع لي هنا هيكون شيء اسطوري الصراحه. قبل ما يطلعوا الاثنين طلع لي طلعت لي اللير هذه حقت فارس الرياح برضو، ولكن من علبه حظ نسيت حقت مين بالضبط. الحين قبل لا نبدا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يا جماعه ترى فارس الرياح هذا وبكامل القطع الاصليه موجود في متجرنا سويت تويز، وبالمناسبه حاليا اطلقنا اكبر دفعه لبلابل بيبوت البيرس من جميع الاجزاء، حرفيا من جميع الاجزاء حاليا هي موجوده في المتجر زي ما انتم شايفين. امس وصلت البضاعه تقريبا قبل امس يا جماعه، كلها حطيناها في المتجر حاليا، تقدروا تطلبوها تسوق ممتع. ولا تنسوا تستخدموا كود ROT هو طبعا كود خصم، وترى المتجر بيوصل لجميع دول العالم وجميع طرق الدفع فيه متوفره. ويا جماعه ترى حتى اجهزه اطلاق الداينامايت الاصليه حاليا توفرت، اللون الاسود، البرتقالي، الاحمر، اللون الابيض اللي احنا نستخدمه كمان، وفي كمان الوان مره كثير. الاجهزه الاصليه من تكابة تومي حاليا حتكون متوفره وبس تسوق ممتع. رابط المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف. تخيلوا جهاز الاطلاق هذا اصلا من تكابة تومي اشتريناه قبل تقريبا سنه او اكثر من سنه صراحه، يمكن سنه وشهر شهرين، الى الان معانا كويس مره ولا قد خرب ولا مره. ولكن مثلا جهاز الاطلاق الازرق انكسر من هنا، فاحنا مغيرين هذه الباور هذه اللي هي فوق، انكسر من الطرف اللي هو من هنا يعني مكان ما نركب القطع البيضاء هذه، فعشان كذا غيرناها. ولكن الى الان شغال وامور طيبه يعني، بس انا ليه ما كنت اجيبها؟ لانه شويه اسعارها غاليه، حتكون غاليه في المتجر وغالي علي اني اجيبها للمتجر. ولكن كثير منكم طلبتوا انكم تبوا اجهزه اطلاق الاصليه، لانه صراحه استثمار رهيب يا جماعه انكم تشتروا جهاز اطلاق وما حتغيروه الا بعد سنه او سنه ونص، فيعتبر شيء جيد. بعكس اجهزه الاطلاق الثانيه اللي ممكن حتغيروه كل شهرين او كل شهر لانها تخرب كثير. حتى اجهزه الاطلاق الاصليه الموجوده حاليا عندها في الوطن العربي في السعوديه بالذات، اللي هي اجهزه اطلاق التيربو والايفوليوشن او الرايز الجديد اللي نزلت، ترى كلها تخرب بسرعه. فانتبهوا اذا تبوا جهاز اطلاق، تقريبا حتى اجهزه اطلاق الدينامايت عندنا بنفس سعر اجهزه الاطلاق العاديه اللي حاليا في السوق. فرابط المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف زي ما قلت لكم، الحقوا عليها ترى يا جماعه تقريبا بس توفرت 25 حبه بالكثير يعني. طيب من هو قاعد يدور على المقص ما لقيت، فحنفتح العلبه بالمفتاح. هذا طبعا مفاتيح خاصه بمستودع سويت تويز ومكان ثاني بعدين اقول لكم شو هو. طبعا هو مفاجاه المكان الثاني ترى. اوكي تمام، توقع خلاص فتحناها كذا. هي جاهزين كيف افتحها؟ فين السكافات؟ السكافات حتكون من تحت ولا من فوق؟ والله ما اعرف يا جماعه، بس انا ايش بفتح كل شيء معاكم الحين. خلينا نفتحه كذا. اوكي السكافات هنا. انا الحين ما شفتها. طيب ايش اسوي الحين؟ اشوف السكافات ولا ايش اسوي؟ طيب بسوي كذا. ما بشوف السكافات الحين انا. اوكي كذا العلبه فاضيه. فاول شيء برفع اشوف السكافات. مين هذا؟
هذا السيف الأسود. لا قهر والله قهر، طلع لي السيف الأخير يا جماعة. طيب خلينا نطلع القطعة الحين ونشوفها كلها كذا جاية في أكياس سوداء. هذا الديسك واضح ثقيل وكذا، الديسك يعني هذا، هالقاعدة طبعا كذا دوائر ضخم. هذه اللير، لير السيف شوفوا واضح مرة يا جماعة. ايش ممكن شاطين هو منها كنا اوكي، كنا بقول شيء لو قلته كان مقطع يجي له علامة صفرة. انه حاطين ذا الشيء اللي يسهل لك يعني عملية انك تطلع البلبل. اوكي يلا طلع اللير. والله شكلها حلو يا جماعة تصدقوا؟ يعني نايس شكلها مو بطال والله. يمكن استخدمها هي وشيء اللي عندي الحمراء. والله ممكن ليش لا؟ اللي بعدها بس اشوف هذه ما يحطين فيها، ليه ما يحطوا فيها هذه؟ هذه لازم انا اقطعها بنفسي. جاهزين نشوف الديسك مع بعض؟ كاني شفت لون ذهبي انا. اوكي اوكي لا مو ذهبي. هذا حق مين؟ هذا الكي ار حق مين هذا؟ يمكن فكيت القاعده من اللصق. شوف كيف شكلها. اوكي جاهزين نقهر مع بعض؟ انا قبل شوي انقهرت لحالي لانه وانا قاعد احاول افكها قام انشق الكيس وطارت القاعده، فرجعت رجعتها والحين باكم تنقهروا معايا يا جماعه. جاهزين؟ عرفتوها؟ داش طبعا، وهذا الشيء كان مره حلو لما طابت انا شفت انها داش يعني اعجبت فيها. بعدين يا سلام حقة الأميض المظلم القاعدة هذه، وداش عندي منها يمكن اربع قواعد كلها اطليه متكابتة كلها داش وكذا حقة يعني حقة الأميض هذه، الأميض المظلم وأميض السوبر كينج. قهر يا اخي ما وفقت في علبة الحظ، يمكن اسوأ علبة حظ افتحها. فهذه هي الاستكرات، شوف كيف شكلها، ما حركبها الصراحة كذا شكلها بالبل احلى. وهذه ورقة التعليمات الأولى، طبعا الحين سويت ورقة التعليمات أصغر مع العلبة الجديدة، ما أدري يمكن حفاظا على البيئة ولا فلسفة من تكابر سومي. يلا نشوف الحين هنا عن فارس الرياح، أنا أساسا طلع لي بلبل ما أعرف شو اسمه. وهذه ورقة التعليمات الثانية، كيف تركب بلبل، يعني هذه ورقة التعليمات أتوقع إنها عامة، كيف تركب بلبل وكلام بالياباني وشيء ما له داعي يعني. أوكي بالنسبة للأرمر فهو يبحق بليل يا جماعة. زي ما انتم شايفين النزك المتفجر الاول، على فكره هذا موجود في المتجر، يجي في علبه جهاز اطلاق من البلابل الجديده اللي جات. والحديده هي نفسها حقه الجارح الاحمر الملتهي برضه موجود في المتجر. رينج هي نفسها حقه السيف المدمر، هو موجود في المتجر. اتوقع كلكم تبوني اقول انه هو موجود في المتجر لكن هو حاليا مو موجود، حيتوفر خلال 8 ايام فالحقوا على كميته انه بس 30 حبه. بالنسبه للديسك هذا هو، فهو ديسك الوميض يا جماعه. بالنسبة للدرايفر فهو درايفر مونستر بليد لأنه طلع لنا في كل علبة الحظ. الحين جاء وقت تركيب بلبل، صراحة ما حشرح لكم على القطع يعني إن كل قطعة يعني قد شرحنا عنها قبل وما فيها ميزات صراحة، يعني أسوأ بلبل طلع لي. تيث كويسة يعني لا بأس عليها، وهذا شكله يعني يمكن النقطة الإيجابية الوحيدة إنه شكله شوية حلو كذا لون كذا شفاف كل البلبل، فما أعرف قوته، خلينا نشوف قوته لعل يكون قوي. جبت الحلبة ومنعت عن الزاوية إذا كانت شوية سيئة، ولكن هذا بحكم إنه إحنا حاليا في جولة تصوير فتح علب مو نزلات. خلينا نجرب البلبل في الحلبة. مليان ضربة واحدة الإطلاق يا جماعة، نم عليه بلبل ثاني ما يتربى. إيش هذا؟ هذا قوي سيف، هذا السيف سلمه قوي السلمون والله، والله قوي السلمون. شوف البلبل الوحيد اللي ما اعطيته حقه الصراحه هو السلمون، يعني ما كنت العب فيه نزالات كثير. ما ادري انا غيرت اسمه ولا لا، ولكن اتوقع ان اسمه سلمون المميت حتى في المتجر كذا سميته. هو الوحيد اللي صراحه ما اعطيته حقه، يعني ما لعب فيه صراحه نزالات ابدا. فايش رايكم في البلبل؟ هو حاليا متوفر في المتجر ترى، وصل يعني بكميات كبيره الصراحه من السلمون، لانه في واحد يعني ما قد طلع معي في القناه بس هو يفهم في البلابل، قال لي نجيب منه يعني بلبل قوي والعب فيه نزلات وابي الناس انه هو قوي من جد. فيمكن اوريكم في الايام القادمه انه حرفيا البلبل من جد ترى قوي. هذا نزال ساطح ما ادري قاعد اسويه، كنسل ما حسويه، كنت بلعب ذا النيزك بس في الاخير النيزك اساسا طلع فيه القطعه هذه حق البست. يلا يا جماعه اول شيء انا السيف بعدين النيزك، هذا اخر نزال. دقيقة 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 يا جماعة، مستحيل الشيء اللي انا شفته قبل شوية، يعني البلبل هذه حط بلابل قوية زي كذا. دقيقة قفص لم تضبط معنا. ثانية حطموا حطموا كيف؟ فين في واحد؟ ها
هذا طبعا البيبي اللي كل ما تموت يخاف يحلب هذا ولا ما بقد صمد دخل حلب. فبس يا جماعه هذا كل اللي عندنا. لعبت فين زار صراحه عجبتني قوته، يعني الشيء الوحيد الحلو فيه انه هو قوي وشكله حلو شويه. فبس شكرا على المشاهده، اشوفكم المقاطع الجايه. وصلنا للختام، اكتبوا لي رايكم تحت في كومنتات على البلبل، وهل انا يعني حظي سيء ولا البلبل كويس؟ لو اتوقع انه الليب حقه نادره، يعني الليب السوداء هذه. بس لو اجيب الشب دقيقه، لو اجيب الشب هذه اللي مع البلبل هذا البنفسجي قطعه سيئه بس الشب فيه حلوه، يصير عندي الليب كامله. فايش رايكم نجيب علبه حظ ثانيه ولا انتم ايش رايكم يعني؟ فبس شكرا لكم، قطع الجاي ومع السلامه.